وأول من دشنا الوقفة أمام محكمة النقد هم السادة القضاة. نادي القضاة تم تأسيسه في هذا المكان، وجاء المفوض القضائي إلى هذا المكان، وكان المنع في هذا المكان، ولكن هم دعوا للاستقلالية ونحن نتمسك ونتشبت بالاستقلالية. أولا لهذه الوقفة رمزية خاصة، وهي ليست استثناء أو سابقة، فهي رمزيتها تتجلى في تأكيد استقلالية السلطة القضائية. وأول من وقف أمام محكمة النقد هم شباب نادي القضاة، وهم انطلقت شرارة نادي القضاة التي دافعت عن الاستقلالية من أمام محكمة النقد. الآن هذه الوقفة تتجانس وتتكامل مع أهداف من دعوا ومن يتمسكون باستقلالية السلطة القضائية. هذه الاستقلالية التي نعتقد ونؤمن على أنها قد مست من خلال إقرار ما قرر عبر إشراك وزارة العدل كسلطة تنفيذية ومؤسستي النيابة العامة والسلطة القضائية، وفرضه فرضا جبريا سلطويا على عموم من يحمل جبة المحاماة ويدافع عن رسالتها. مخطئ من يعتقد أننا وجدنا هنا للدفاع عن مصالحنا الشخصية، مخطئ من يعتقد أننا نتحدى أي سلطة من السلط، ومخطئ من يعتقد أننا رفضنا الولوج للمحاكم. نحن منعنا من الولوج للمحاكم، وهل من المعقول أو من المتصور أن يمنع موكلونا وهم لا يحملون الجواز من ولوج المحاكم ونلجها نحن؟ أن يمنع الشهود وأن يمنع المعتقلون من الحماية ومن نيل حظهم من ضمانات المحاكمة العادلة؟ أيعتقل أن يتم التضحية بمصالح المواطنين وفي المواطنات على محراب العدالة؟ هذه سابقة تاريخية لم يشهد التاريخ المغربي قط منذ حتى قبل الاستقلال إبان افتراض الحماية أن أقفلت المحاكم. حتى السلطات الفرنسية سلطات الاحتلال والحماية لم تقفل المحاكم ولم تفرض أبدا عسكرتها. ظل اليوطي بجبروته محترما لقداسة العدالة في المحاكم العصرية وفي المحاكم العسكرية، وظل المحامون يؤدون رسالتهم في أحلك الظروف. فلا حتى في الحروب والنزاعات المسلحة لا يقفل بالمطلق المحراب المقدس الذي هو محراب العدالة. هذا المحراب يجب أن يطمئن له الجميع. كيف يطمئن الجميع الآن وهو محراب مدجج بالعسكر ومدجج برجال الأمن، والبعض يتلذذ في إضاعة حقوق ومصالح المواطنين؟ نحن أسرة واحدة، وأي قرار تنظيمي نحن نتفهمه، والأسرة القضاء وأسرة الدفاع كانوا دائما قبل أن يتسلل وهبي كانوا دائما أسرة واحدة. ومن أحدث الفرقة لا سامحه الله، ومن دفع بالزملاء والزميلات في شتى ربوع المملكة للحضور لهذا الصرح القضائي لا سامحه الله. ما تجاهدون الآن هو تمثيليات المحامين الشباب فقط، ولا سلطة أبدا لمجالسهم ولا سلطة لجمعية هيئات المحامين في المغرب عليهم. هم يقررون وينظمون ويؤطرون، وهناك من يحاول الترويج أن هيئات المحامين قد دفعت بالشباب للحضور. نحن نؤمن بالحرية ونتنفس الحرية وندير جميع الخلافات بيننا بمنطق المصداقية. الدار البيضاء هي حاضرة الآن بكثافة. هذا يدل على أن المحامون هم مستقلون في مواقفهم الحقوقية عن أي توجيه ذو طبيعة سلطوية من مؤسساتهم. المؤسسات وجدت لخدمة الصالح المهني، نقدرها ونحترمها، ولا توجد أي مؤسسة في المغرب قد منعت المحامون من المشاركة ولا أي نقيب بالمطلق، مع استثناء لن أذكره. هم لا يزكون ولا يدفعون بهم، ولكن الزملاء يقررون، ونؤمن بالحرية. وهنا تشاهدون أعظم مشهد من مشاهد الحرية،